الكل انا نيب بن عروس. السلام عليكم صاحبي. بس يم بيش. سلام سلام اخوي، السلام عليكم. على الرئيس متاعنا نقول له شو ولادك كيف تسوفري. لا لا مش صحيح. فهمت طريقة ولا ما فهمتش؟ اي خويا عندك حد تقول حاجة قولها قولها. واسأل قول له شوف شوف العيشة بتاع ولادك، تحب ولادك يروحوا لك. ونخلوك لهنا لا تعرف على روحك حتى شيء، ودي جملة والله جملة. فيندي كوادرو فيندي كوادرو مسكنين عليه. ماذا لا؟ ياك تشوف الساعة. ها من زاد صاحبنا الوري وين تقول؟ كلها يا ودي كلها ذا صاحبنا منتصر بعيد علينا. السلام عليكم. الفيديو هذه اللي بتشوفوها توا تكلفت لي شهر و23 يوم في وسط الحبس، يعني 53 يوم حبس و10 شهور في الدار، يعني حبس الدار ما نخرجش من الدار. قلت في جرة الفيديو هذه وعملوا لي اما كلبشوني فهمتني، هذه نفوت الدار سوني عندهم يرجعوني الدار خالتي للدبو. المهم وما على باليش وما يهمنيش وباش نعديه. منعت منها الفيديو هذه، منعت منها اللي صورته الداخل يعني خاطر كلمتهم ديريكت، اما اللي صورته هنا على البلاصه خاطر مشيت غادي صورت على البلاصه اللي صورته برا الواح سيكويستر كل شيء ماتريال الدنيا كل شيء كل شيء عندهم وفسخوا الفيديوهات وفسخوا كل شيء. انا باش نحاول توا اللي صورته هنا برا نحاول توا بالجوجل ايرث، يعني ندخل بالجوجل ونهبط من فوق ونوريكم من داخل بقى من فوق والا قدام خاطر مش مش كي صورت انا خاطر الساتيليت جوست من فوق يصورك، هو خير من خير من بلاش على الاقل. بون نشوفوا مع بعضنا. با التشنترو اسمه نحطو تشي بي ار جراديسكا تو يجي التشنترو. هاو في اخر ايطاليا الفوق في النار يعني. فوالا هذايا التشنترو، هذايا اللي باش نحكيو معاهم موجودين في البلاصة هذيا. خل ندورو هكاي راكس شي يجي الكياس مستوي فوالا حاصيلو. هذيا زونا بلو يسموها، وهذيا الشيرة هذيا كهو زونا روسا، وهذيا زونا فيردي اللي باش نحكيو معاها من احنا توا موجودين هنا موجودين في الاخر بالكل يعني. فما الحيط هذايا توا نصوروه توا كي ندخل للتروادي، فما واحد كي يخرج يصور هنا الشباك يصور بروبرو الحيط هذايا وانا وقتها ورا الحيط يعني هنا. باه اما باه حتى لو كان نحاولي الفيديوهات هم نجمه بالساتليت امورنا واضحه. الورا هذا التشندرو كلها قفوصات، شفتوا الحديد هذايا تنشوفوهم بعد الحديد هذا كلها حديد كلها حتى من فوق مسكره. باه نهبطوا هكي باش هكي نشوفوها 3 دي. اوبا فوالا هذا التشندرو هذا انا توا كي كملت صورت وقتها هنا شدوني هنا
هنا زاد مطالعه الطامه والعامه هنا في الشيره هذه في الشيره الاخرى فوالا هنا بالضبط واقف صحيح هنا وماشي ونورمالمون ماشي يعني البولا يعني بوليتي الزرق نقولوا نحن الشرطه يعني والكارابينيري والديغوس كيما نقولوا احنا العدليه والحرس والشرطه زدمة الطامه والعامه نحوا لي كل شيء الحصيله كل شيء سيكوستروه الفيديوهات نحاوها ما نجمو نشوفوا نحن هكا دي ما عندنا حل المهم تو نقدموا نحن بالكياس تو نحن متعدين قدام التشنترو اللي باش نحكيوا معاهم موجودين هنا بروبرو هنا فيها تحت هذه الحمراء هذه وفما واحد باش يصور من الشباك باش يوري الحيط الحيط هذا اللي هو طوله مش قصير او الحيط راه 10 متر وهكاك يعني كي يتعدى واحد هنا يمشي يمكن يوصل لهنا يعني طوله فهمت با بطبيعة الحال كاميرا وياك في بلاصه هنا كاميرا نعرفش كان تشوفوا فيها هنا كاميرا في الاخر بكل كاميرا والفوق هما هنا عندهم جا واحده في الوسط تشوف الدنيا كلها هنا كاميرا وباش نقدموا ديما هكاك ديما الشوافات با نقدموا باش نوصلوا للباب توا نورمالمون تالا فوالا هذا الباب نتاع التشنترو هذايا باب التشنترو هذا والحديد من داخل كاميراوات بطبيعة الحال هي هنا واحدة هي هنا واحدة الفوق والقدام زاد كلها كاميراوات هنا 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 والداخل قلت لكم تو بعد نشوفوا الداخل حاصيله مش كاميراوات شيء ما هو اللي باش نحكيو معاهم الحاصيله موجودين هنا تحت هذه بالضبط هذه الزون فيردي باش نزيدوا نقدموا شوية عليه على خاطر هنا باش نتعداو من الشيرة اللي نسكروا عليهم للشيرة هذوما اللي يحلوا عليهم هنا فما جماعة الاخرين اللي يعملوا كلازيلو ومانو اللي يعملوا اللجوء الانساني واللجوء السياسي هذايا واحد جام الخدامة اللي يخدموا غادي نعرف عز المعرفة انا هذيك رهبتوا الحصيله خطفتوا الساتيليت هنا الباب نتاع الجماعة الاخرين اللي يعملوا هنا فوالا نزيد نقدموا شوي هنا الباب نتاع جماعة اللي يطلبوا اللجوء عندهم شيرة أخرى يعني هما هنا يسكنوا في الشيرة هذه علاش خاطر هما يدخلوا ويخرجوا نورمال ولا في الشيرة الأخرى اللي هي هذه تشنترو مسكرين عليهم ما يخرجوش هذوما لباسهم الكاميراوات كالعادة ديما في كل بلاصة كاميرا واضح هذه الحصيلة لنا محمد رسول الله اللي نجمت نعمله خاطر انا صورت ديريكت نحاول كل شيء ما لقيتش فما حتى حل اخر الله راه الحل الوحيد مع الجوجل المهم انا محمد رسول الله اللي ما اي واحد موجود في تشنترو اي واحد في اي تشنترو في ايطاليا تنحطوا النمر وانا يكلموني على النمر هذاك ديريكت والا على واتساب والا على الفيسبوك الفيسبوك تحت الفيديو هذه لوطا تو تلقاو فما الفيسبوك نتاعي الكل ولا انستغرام ولا اللي هو نابط على الفيسبوك الاولاني اللي يجي هذاك اكثر واحد نستعمله اي واحد عنده فيديو ولا يكلمني ان نحكي مع ديريكت اي حاجه بالتشنتروات قاعده تصير الهم الازرق وكل ماكله وكل وسخ وكل في حبس في تشنترو في اي براسه يكلمني يودي يتصل بي ديريكت نشوفوا بعضنا ما شوفونيش اضرب اكزير
يا مروك يضرب يا فيليدي بستان بستان يا اسمعني بيتشو 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 لا بدي شاف 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 وين شاف 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 من جيت من 98 نعيش في بادوفا من 98 وانت في بادوفا كنت متجوز بطالية هنية ومن بعد ما كتبش المكتوب كل واحد يمشي على روحه خذيت الوراق ومن بعد كي صارت المشكلة ما فكوني الوراق وبقيت هكاك بقيت من غير الوراق انت توا منتصر قلت لي اسمك منتصر انت توا وين موجود بالضبط وين موجود بالضبط يعني مش اسم البلاصة يعني مش اسم البلاد اللي انت فيها سميلي وين موجود نشوف في حديد انا وراك وواحد حديد انت تشوف من دور من دور من دور تلقى حديد اي 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 حتى في شنو هذا بلاصه هذه منصر فما فما زاد الريتي فما اي اي منصر منصر البلاصه هذه شنو كانك في حديقه حيوانات فهمتني هاك فما بوليس يخزر لي من غاد يقول لك هذا فاش يصور ولا فاش يعمل معناها ما فهمتش معناها حتى حاطين لا ينزل مسكرين علينا ويزيد يس عليا من غاد منصر منصر راو انت تعرف انت وين وانا نعرف انت وين اما اللي تفرجوا ما يعرفوش انت وين يعني سمينا شنو البلاصه اللي انت فيها البلاصه هذه تشينترو دي اكوليانسا دي ديرم باتريو نتاع يعني هذه تشينترو يعني يرحلوا في تونس مركز ترحيل المهاجرين مركز ترحيل القصري يعني يعني هذايا نحن نقولوا في البلاد تشينترو اللي موجود فيه انت توا تعمل دوره بالله منصر يعني دور الكاميرا التلانيه واعمل لي دوره على النار يا جمله وعلى الداخل على كل شيء الله يبارك الله يبارك يا رحم والديك قبل الكاميرا وتنوريك سيدي فوالا نوريك بالضبط تعمل الكاميراوات فرتو وقرتو هذوكم من فوق كاميراوات هذوكم بيجي 16 كاميرا في كل بيت يمكن 16 كاميرا دور تلقى الحديد من دور تلقى الحديد هنزيد نقف لك هكا الحديد اخسر حتى تلوطا ها شوف حديد لهنا يدخلونا في الماكله الماكله يدخلونا من غادي من غير ما يحلوا الباب من هنا يدخلونا الماكله يدخلونا مثلا اللي حاشته بدويه بحاجه فهمتني؟ كي تشوف حتى الحياه حتى البلار معناها موسخ بلار سيستم بلاستيكو يعني مش بلار نعم بلار هذا انتي بروياكتر انت زيد الكرتوش معناها حتى باش تدخل فيه راسك يتكسر والبلار يبقى على بلاصته وانا ما يصير له حد شيء وحديد وحديد حديد حديد ها قلت حديدك اللي صح مش حديد حتى من فوق حديد يظهر لي حسب ما نشوف من فوق زاد حديد مسكرين حتى من فوق حتى من فوق حتى من فوق زيد حتى من فوق يعني قفص حاطينكم في قفص قفص قرد عباره على قرود يعني منصرت وانت عندك برشا عندك برشا غربه وانت منصرت وانا ديما نسمع فما بيت يقطعوا متشينترو اما على حساب هذا مستحيل والغريب في الامر اللي راهم جابوني قبل لهنا راني عديت اربع اسر حتى عديت اربع اسر وخرجت خاطرني مريض خاطر عندي سكر وعندي معناها عمليه على القلب فهمتني ركبوا لي فالفلويات فهمتني وانا والبره في السيفيل كي خرجت ريسكيت باش نعادل ريسكيت معناها ريسكيت على 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 على, 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 على سكته قلبيه معناها انفارت وبالتالي معناها اخسر هذه كلها محلوله فهمت؟ ما عادش سي باينه سي من هنا لهنا كلها محلول انا عباره عملوا لي قلب استيناء فهمتني الدكتورات اللي عملوا لي عمليه حشيك سبعه طب قالوا لي معناها بير ميراكل وانت معناها منعت وزيد يعني سكر قبل ما تجي البوست هذا
عديت الكوارنتينا، عديت الحجر الصحي في بلاصه اخرى، وحدي في بيت وحدي. معناها تصور انت كان صارت لي حاجه، وانا وحدي الموت، خاطر ما فما حتى واحد معايا باش يطلب، معناها كيما نقولوا نحن السيكورس، وباش يطلب يعني تو كملت الكوارنتينا، كملت الحجر الصحي، هزوك لبلاصه اخرى معك عبيد يعني تو. برافو، كنت في الحجر الصحي من غادي وحدي. نورمالمون نبقى 15 يوم، بقيت شهر والبيت مسخه، ما يجيوش ماي ينظفوا. قلت لهم اعطيوني الباليت او اعطيوني ملاحة. يعني اعطيوك مصالحه كيف ما نقولوا، واحد تنظف وحدك؟ نو، قالوا لي لا ابقى كاك انتانت، قالوا لي تبقى جمعتين ومن بعد نرحلوك، من بعد نهزوك لبلاصه اخرى اللي هي هذه. وفما معك عباد توا غادي بنجابوك توا؟ معايا عباد. ادخل وريني شكون اللي معاك. من غادي تونس ومن غادي تونس، معظمنا تونس، مي البيت اللي حطوني انا فيها. ادخل البيت خاطر جرس الدنيا بارده. سي دور الميكرون، دور الكاميرا التلانيه، وريني لداخل. هذه تو باش ندخل، تو في الاتجاه باش ندخل البيت. اول ما تعرضك حشاك البوبيل، الزبله والريحه الكريهه. واكل خبز اكل زاده ما يسوى حد شيء، عرفت؟ حاشا نعمة ربي بالحلوف ولا بيت، فما بيدخل بالحلوف فما بيدخل البعض. والبيوت هاك تشوف لحية المسخة كلها محروقة، فهمتني؟ والبريزير نحن على هنا عملنا لهم موضة باش نجموا نسجيو التليفونات، اللي قبل كانت ممنوعة تليفونات. على خاطر باش كيفاش لازم كونتاكتي انا، باش كونتاكتي الفاميليا نتاعي، باش كونتاكتي صحابي، باش كونتاكتي فهمتني الموند. منصر ادخل لداخل منصر، ادخل وين ترقدوا، التواليتات، الدوش، وريني لداخل، ادخل لداخل، وريني العباد اللي معاك. اسيدك نحن تو دخلنا، هاي اسيدك لهنا، شوف الحالة، تغسل صحيح، تغسل يدك، تغسل وجهك. وين لابابو؟ ما فماش لابابو. ميترو تغسل وجهك. شوف اش فما؟ شيء أسف. شوف اش فما. ومرة في الجمعة نحن ستة من الناس يجيبونا زوز روتلو. يجيبونا زوز روتلو من هذيك. طب ولا لا ما فهمناش قالك لابانديما. سي وريت. وقلت لك مترو اخر تلقى بلاد اخرى زاد. هذه من غير بير على فكره هذه حشيت الدنيا الثانية يعني من غير بير. وانا حشيت تبدا تعمل فهمت زي الناس، ينجم واحد يدخل عليه تحشومه. هذه من مالي فيها باب وزاد ما يتسكرش. هي حاج موسى حاج. حشيت طوالية تخسر كلها صخرة مرض، هذا كله مرض. معناها حشيك تعمل زي الناس اللي في البيت ما غاديش يشم الريح. نعم خاطر كي تتعبى يولوا حتى ثمانية من الناس. شوف يا سيدك الدوش، ساعتين ما يمشي الجن. ها تخطر الواحد توا والله العظيم راني مثلي، هل ننزل هذا؟ نعم يعني دوش من غير ماء؟ ايش ماء؟ ما فماش باش نغسل يدينا شامبوا، ما فماش صابوني ما فماش. لا كانوا سخنا يا افابور ابوني ثلاث ساعات يجيو يعديوا زعما نظفنا حشاك الانسان تواليت. الله يغفر لك. انا لهنايا من 10 سميت الريحه في الاستديو اللي عندك، الريحه الله لا يوريك. زي بربي الريحه ما هنا ما وصلتش. ترى وريني وين ترقدوا. نو لداخل متصور، وريني وين ترقدوا.
غير زيادة حتى باش تدخل هذاك الباب نتاع التواليت من فم مكسر. انا لا نفضت في ديري نفضت هذا يجلسوا معايا زيادة مسكين يخسر مسكين يلبس في التواليت نبدا نخسر له نبدا نغسل في ساخي ولا في وزن نبدا نخسر له. أمري هذه إنسانية يعني حتى باب واحد باش يستر روحه ما فماش. قاضي باش تنوض والله العظيم باش نضرب راسي على الحية. زوز متر حشيت على التواليت ناكلوا. زوز متر حشيت على التواليت ناكلوا. ثلاثة من الناس لهنا وثلاثة من الناس غادي. وهذوما فيس وراهم ما يتحركوش. سي. فيهم فيهم فيس. منصر وريني لداخل منصر وين ترقدوا؟ ادخل لداخل وين ترقدوا وين الفروشات يعني نورمالمون. وريت تو الفروشات يا سيدي اللي نحن رانا لقيناهم الفروشات. على خاطر المليح في هذوما المليح في هذوما اللي تشوفيهم ملي تدخل للي تخرج ما يتبدلوش. معناها لمدة 14 ما فماش زاد كما قال لك ما فماش. ما عمرنا قال لك ما فماش ارماديوات عارف المعلومات اللي الكتيبه في الحيط الاغلبيه بالعربي. بالله ركز لي مع الكتيبه في الحيط. بالله يا منتصر انا مرات نطلب حاجات استرانا. ركز لي مع الكتيبه في الحيط ترى كيفاه. ركز لي مع الكتيبه اللي في الحيوت شنو كاتبين بالعربي. الكتيبه المكتوبه على الحيط سي ولا اقرب لها يكتبوا ولد بسمه ترى امشي امشي على اليمين كل واحد يدخل يكتب حكايه. الاغلبيه بالعربي خاطر شفت الاغلبيه بالعربي شفت تونس محطوطه تونس كما ام كاتب امي احبك وذا كاتب بسم الله وهذا مصور قلب انا حال مكربه ولا هنا اخص يعني الاغلبيه بالعربي مكتوبه تطاوين استي ارجع ارجع للاي اس تي ارجع للترجي للترجي نورمالمون سي ترجي هذيك نو أستي ترجي سي ومن غادي جرزيز مكتوبة نوتة يظهر لي لهنا يسكن وسيف هذا يا صاحب فهمتني وهذا زاد وسيف مسكين ريق مريض زاد مريض أغزل وريق معاش كان يتغشش نصور نصور فيه ريق بابا نرمال نرمال. والشباك من تالي منتصر الشباك زاد مسكرينه بالحديد زاد ولا سي يظهر لي بطبيعة الحال مسكر 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 تخذ لك انا عندي سكر عملت معك دورتين طلع لي سكر انا خذ لك انا عندي عمليه على القلب على الفالفولويت كان معناها انا يلزمني بلاصه ديكوره يلزمني كومونيتا اون تيور هذيك حاجه اخرى يمكن برشا عباد ما يعرفوهاش وفما برشا عباد يعرفوها انا مدمن على المخدرات ناخذ في الدواء ناخذ في الدواء اسمه ميتادوني تفهم فيا؟ ناخذ في الدواء اسمه ميتادوني البوست هذايا الباسه هذه في الليجي في القانون في القانون نحكي على الكازو نتاعي انا تو في القانون مطلوب عليهم يحطوني يحطوني لهنا يلزمني نمشي للكوميونيتا والا بلاصه عيطوا لها كازا دي كوره بلاصه ليش والتشنترو هذايا منصر فيه الميتادون التشنترو هذايا نعم التشنترو هذايا فيه الميتادون اي فيه هذا الوحيد برك اللي ناخذ فيه انا الوحيد وجاب ربي جيت بسام لا واحد صاحبي قال لي ما عادش كنت تتكلم قلت مع بسام مازال كيف من اللوم هذا اللي خدمت له كان تونسي هذاك اعطانا عادي يقول تحكي معاه ودو ولا وقت اللي تسال سيسي تو نحكي معاه بسام باشا هاو يعمل في انترفيو بشوية خلينا عادي لك واحد على الحيط على الحيط نتكلم او على الحديد داي باهي باهي اوكي باش نعدي هولك اغسل اغسل من نحكي من وي السلام عليكم سلام عليك سلام عليك انا تحكي معاه كلمتين بالله لا دور له دور الميكرو خلي يشوفني ونشوفه خير منصر عطية هكا تشوفه بالبدايه عطية التليفون عطية التليفون تو نرجعه لك بس يا وينك خويا دور فوالا هيك تو نشوف فيك بس عليك الحمد لله خويا الحمد لله نو نو خليه ياخذ التليفون خير هكا سي ياخذ باش هكا فوالا هكا خاطر الكاميرا ياخذ صاحبي وينك بس عليك خويا الغالي والله الحمد لله شنو اموركم انتوما والله ياك تشوف صاحبي انا مطيشين في التشنتر ومخنوقين عندنا 4 شهور انا واحد من الناس عندي 4 شهور ما تعرف على روحك شيء ما فهمش ما تعرف على روحك حتى منين وين شدوك شدوني انا في بادوفا
في بادوفا يعني با هو تشنترو هذايا معروف يجيبوا جماعه بادوفا فيتشينسا فينيزيا بادوفا الكل هنا دي كلها بادوفا يا بس بادوفا الكل هنا وقت قداش عندك شو اسمك انت ساعه شو اسمك يوسر يومني من تونس الكباريه من الكباريه يعني انت توفي تشنترو حتى توفي البلاد اسمه تشنترو وريهم تشنترو يا يسري وريهم تشنترو هو صاحبك تشوف تفرج وريهم كل شيء ادخلوا للبيت وريني اصحابك وشوفوا الحاله من نرجعوا لك منصر نرجعوا لك ترى ادخلوا للبيت الاخرى الموجودين انتم تفرج بس يا مريت تفرج خصوصات يعني حتى من فوق سكروها يا ودي من فوق مسكره ما تنفسش وجه ربي ما تراهوش تفرج دور التليفون يسري دور التليفون حطوا ريقه التليفون هيك ولا هكا فهمتني تفرج صاحبي ها كاميراويات فوقنا ريتهم هذاكم الكل كاميراويات وذا باب مسكر وكانوا مسكروا علينا في الليل في بان هذاما يعني تقطيعه حكايه فارغه صفر مستحيل شنو تقطيعه اقسم بالله عصفور يدخل عاد يخرج كان هذيك حمامه خرجت هنا بالسيف من لا لا ترى ادخل لي يسري وين موجودين الداخل يعني دوما هاكا يا ضي البيت بتاعي انا ها ادخل الداخل شو غنشوف الولاد الداخل فما توينسه معاك نورمالمون كل شيء لاصق عرفتها ما يخلولك حتى شيء يعني باش تكسر بيه ولا حاجه حتى ما يتنحاش كل شيء لاصق في القاعه كل شيء لاصق وبريز واحد فما واخزر فما حتى شيء التلفزه حتى انتوما ما عندكمش تلفزه فارس ادي بريز واحد وفماش لا تلفزه لا شيء فارس وسخه صح فارس هذا الدوس هذاك وبين دي حاله يا لطيف فقسمين باللي حاله يا لطيف وهذايا البيت فارس كل شيء لاصق زياده فروشيات واحد هاك تشوف فارس حتى شبابك من فوق ما يتحلوش كلهم مسكرينهم وكل شيء بالحديد كالعاده حتى من تاني كل حديد بالحديد كل شيء بالحديد فما حتى حاجه من لا برجع على البر ارجع البر اخيرا ما فهمت تحبوا يعملوا وين ما فهمتهمش لو انت عندك قديش عندك بالحركة يسري عندي انا عندي برشا انا راهو بيا من تشنترو ذا وعاودت رجعت قعدت 20 يوم في البلاد وعاودت رجعت يعني انت جيت شدوك للتشنترو روحوا بيك للبلاد وعاودت ادريت جيت انا 2017 اخرج يوسف ارجع لبرا خير ارجع لبرا خير يزو خير ارجع لبرا خير تسمع فيا قلت لك جيت 2017 كيكا روحوا بيا 2019 كيكا فهمت؟ عاودت رجعت وقعدت يوم لا برا النار يا يوسف برا النار يا كيكا نشوفوا بالقدام انت اللي وراك امشي القدام يعني اخرج وامشي القدام هكا سي هكاك يبانوا البيوت الاخرين ويبانوا فوالا يبان كل شيء واو بولار حتى ريت هذا بولار هاو تحومتي بولار لا مش بولار هذاك بولار بلاستيك بولار مش بولار هاك البولار ما يتكسرش يعني ما بولار بالكرتوس تفرج محروق وما يتكسرش سي بالله يرجع لي الفوق يوسف يرجع لي الفوق نثبت الفوق وهذاك واحد سياس كلها بلا لا بصاحبي حتى من فوق يعني مسكرينها حتى هذي من فوق مسكره ما تنجمش تهرب جمله هذي قلت لك جمله ولا هنا تضرب سياقك تعمل اي حاجه باش يخرجوك للسبيطار ما يخرجوكش تفر السياق انا واحد من الناس طبيب اخ لا يخرجوك للسبيطار لا شيء يجيك لهنا يغرز لك بانتو انت عندك 4 شهور قبلك انت بشويه فما واحد مات غادي راهو فما زوز هما واحد بمات صحيح والاخر منعوه في بالي فما واحد شنق روحه قال لي البار هذاك اللي شنق روحه سي فما واحد البانيزي فما واحد مغربي زاد مسكين هذاك عدوه للبلوك كيف ما نقولوا في السبيطار ومن بعد منعوه في اخر لحظه انت يسري تو عندك 4 شهور غادي قديش تقعد يعني قديش يقعدوا فيه تشنترو باه انا وانت نعرف وما نسمعوا للعباد اللي ما تعرفش فما واحد معايا ولهنا في من المهدي عنده 9 شهور 9 شهور مطيش ما يعرف على روحه شيء يعني لا يروحوا بيه لا يسيبوه بعتك الصحة لا يحبوا يروحوا بيك لا يحبوا يسيبوك واحد رجل كبير مازال خرج من الحبس عرفت عدى 19 سنة حبس خرج طلب المروية فهمت طلب المروية ومتغدوا زوه ما دولوا سيجور سيبوه ما دولوا سيجور فور ديفاي ولد بالعكس عرفت اللي يطلب المروية ما يبيك هي من أول الدنيا وفي بالك يوسف في بالك في بينك 3 ايام التاني يوسري يصدموا عليكم غادي هزوا 12 واحد الخمسه نتاع الصباح
ورجعوه رجعوه رجعوه. ما هو قال لك مش على خاطر من تونس ما عادش توافق، تونس ما قبلتش في المطار وبوست معناها لا هبطوها مبطوها للمطار صحيح، وما ما كي وصلوا هما غادي هبطوهم من سيسيليا بروبر لاخر الدنيا في باليرمو، هبطوهم من سيسيليا في باليرمو وتونس ما قبلتهمش يعني قلت تونس ما في الطيار حتى القنصل يصحح عليهم اي تونس ما قبلتهمش على حاجه في المطار فما كان عركه. انا مش حكيت عركه بلا واعر بو لا واعر علاش ما قبلتش الله واعر مطار بوليسية في بالي عاملين انا كالاضراب ولا شنو ما يخدموش خلاص. يعني في تونس فما جريف في تونس احكي لك في تونس في تونس هذاك علاش حتى اللي يخدموا لهنا فما تجي كي رجعوا مشيت قلت لهم فرحت انا قلت او تونس نحت ولا شنايا مشيت قلت لهم فما قال لي في المطار نتاعكم عارك ما بوليسية فهمت ما انا في بالي تونس عبد الاضراب كي يرجع المطارات تحل نتاع تونس ترجع المروياح فهمت معناها انا في بالي تونس استرزلت ما عادش تقبل في بالي يا اخي طلعت لا دي انا في بالي صحيح في بالي ما عادش تقبل انا دي انا والباهي يسري شفت الجماعة اللي هبطوهم الخمسة تاع زد مولاي خمسة تاع صبيح فما شكون فيهم طالب المرويح وما روحوش به في بيل فما واحد اسمه رمزي فما واحد اسمه طالبين المرويح وما روحوش بهم بالعكس في يعني بيل. انا حاطيني في البيت هذايا فيردي ياما تشوف العباد في الاخرى في الزونة روسا لا عندهم لا تليفون لا عندهم حد شيء عباد في البيوت الاخرى يا ودي اقسم بالله دي حالة مش لا بالله يسر يعمل اعمل دورة في اللاريا وصور لي مقابل يعني البيوت المقابلينك من غادي ومن هناك هذي من كل بولارات راه تشوف يا اخي الكل حديد يا صحيبي الكل قفص كل حديد كل قفصات تفرق اخزر هذا ما بيوت لها هذه تشينترو اخزروا تشينترو اللي ما تعرفوش تشينترو هاي تشينترو ويت تخص يعني لازم تهرب لشاي وجه ربي تشوفوا مربعات كيف ما قلت انت يدخل عصفور ما لازمش يخرج بالرسمي كنت تحط عصفور ما يخرج هذا بولار عرفته تفرج حرقنيه ما يتكسرش لا يتكسر لا يتحرق يبعد هكا تشوف صاحبي اخت هذا ما البيوت اللي من غادي زوز بيوت زياد سيما البلار هذاك اللي ما يتحلش حتى لو كنت تحلوه باش تلقى روحك في الحديد وهذايا البيوت اللي بجنبنا هذايا شاه كيف هذا ما زاد اصحابنا من المهدايا ومن الزوز لا الكل يروحوا بها لهنا فهمتوش تشنترو هذايا تشنترو صعيب هذاك تشنترو رخ ليه غادي راه وبنرخ ليه واي قضية عرفتها عندي انا محكمة انا بعد غدوة فهمت عليها محكمة في ترابة جاني قال لي تحب تمشي قلت له واي تحب نمشي محكمة عندي محكمة في ترابة انا تمشي يزوني لترابة وك تشوف صاحبي حالة زي من هنا الفوق ما فماش تو حديد الفوق هنا حسب نشوف يظل لي خاطر مش نشوف حديد الفوق لا نو سي ترى دور فوق دور التليفون جملة الفوق مربعات اي خاطر كونتر الضوء ظاهر مؤسسي هذا ظاهر بالقدا سي ناض بيع بزل فوق هذه حاله يا لطيف ولا حاله تشكي الرب وشنو الاخرى شنو الاخرى فما شنو الاخرى فسر لي يسري فسر لي المقابل شنو فما من غادي شنو فما من هنا شنو فما كل شيء وريت مقابلنا في الباب اللي مدونا منه الماكله يسري نحي سبعك من قدام الميكرو هكا فوالا هذا الباب اللي مدونا منه الماكلة هايكا من النقبة يعني من غير ما يحلوا الباب من النقبة يعطيك الماكلة بالله ارجع لها ركز لي معاها الباب يخافوا ما يحلوه يعني من النقبة ارجع ليسري للنقبة هذيك هاي من لهنا يعني الماكلة يعطيكم من غادي حاشيك يعني كل كلاب يعطيك الساحة تتحط لهنا ولا تتحط لهنا ونخرج ونلقاه يعني الباب ما يحلوش الجمله شنا هادي ما يتحل الجمله ما يتحلوش ايوه هذايا كاميرا فوقنا يظهر شيء هذيك الكل الدور على التشنترو كامل تبدا حتى في البيوت تبدا ترا فينا فاش نعم شيء ايوه هذايا البيت الاخرى نتاع صاحبنا منتصر يعني حتى البيوت حتى من بيت البيت ما تنجمش تمشي مسكره بالحديد ما نجمش مسكرة كان زور فهمت هذايا بيت هذايا بيت واحدة فهمت بيت واحد وانتم هنا زوز بيوت في ليريا بيتك وبيتك والبلاصة الأخرى كيف إلا هذايا بيت واحدة فهمت هذايا ليريا تشوف فيها يعني انتم من غادي لازم تخرج حتى بلاصة ديما غادي 24 ساعة 24 ساعة عودي 24 ساعة على 24 ساعة لهنا ما تخرج جملة لا
تو انت يسرى تو من البلاد، من البلاد تو احنا في البلاد باب لاري يسكروه عرفت؟ لحقتش تعلي لي يسكروه. ايه انا الباب، الباب هذاك يسكروه حتى لاري في البلاد لازمش تخرج يعني. الباب هذايا، الباب هذايا هو. الباب هذايا. هذاك يسكروه في الليل. هذا يتسكر في الليل. يعني في الليل تقعد كامل داخل في وسط البيت يعني. اه؟ يعني في الليل تقعد كامل في وسط البيت لازمش تخرج حتى غادي للاري الصغيرة. لحقتش نتاع لحقتش نتاع الليل ما عادش دور لهنا. لا لا يعني حتى 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 ذيك زاد يحرموك منها ومسكر من فوق ومن لوطا هاي ممنوع قفص لحداش تاع الليل يتسكر ويتحل كان مع العشاء. تو انت يسري سامحني باللي باش نسالك حاجه يسري، تو انت في البلاد قبل ما تحرق تسمع بالتشنترو تشنترو الناس الكل نعرفوها التشنترو، كنت تصورها هكا؟ وقت ما كنتش تصورها هكا جمله هذه انا والله جمله الناس ما نسمعش بيها تشنترو جمله هذه طول في الحكايه هذه هكا عنديش عام يمكن تعاملوا كالاتفاقية العبيد مال الخير راوح راوح وما فهم حد مثلا ما نعرفش يا اخوي ما انا مش اسألك سؤال ما متعب هيمة شوية ما فهم حد يهرب ما فهم حتى هرب ولا حد سمعته بحد واحد هرب ولا واحد يهرب ولا ما حد يهرب الا ما تعمل حشد عاملة خايبة باش تمشي للسبيطار سي خاطر قبل ديما نسمعوا العبيد تهرب من تشنترويات ديما هادي ناكل في الحديد واحد ولا ياكل في الحديد وفي القزياز وفهمت ما فهمش هاي يجيك يقول لك تعمل فيها بالعاني وتمشي يعني كيف ما نقولوا انت تعمل في عمله باش يهزوك للسبيطار باش على الاقل تتلقاش الفرصه باش تهرب يلزمك تعمل عمله خايبه باش تنجم تهرب باش يخرجوك للسبيطار يعني باش يخرجوك من غادي للسبيطار خاطر غادي مستحيله شي يجي يغرد لك باش تبلع قزياز باش يقول لك تكذب فهمت تعمل اي حاجه باش يقول لك تكذب لازم تعمل عرفت عمله خايبه لطف يا رب لو انت كذبت روحك ضربت هذوكم في ساقيك يعني نورمال عادي دي في بالجرافيوز يغرز من لا لا ورسم يعني بلغه اوضح الهربه من التشنتر ولات حاجه مستحيله ريت حبس تونس هذايا حبس تونس من حبس تونس هاي بلاص من لا لا صحيح اقسم بالله هذي في التشنتر غادي وين الباب وين الباب بالله يا يسري وصور لي اللي مقابلين يعني هاك شلون اللي مقابلين لا في الشيء الاخرى في الشيء الاخرى وين الباب اللي داخل يعطيكم منهم الماكله واو لا وين يعطيوك الماكله وين يعطيوك الماكله هاك ترى امشي غادي وحط الكاميرا التلفزيونيه وخرج يدك بالله يسري وصور هكا نصور الرجال داير هاك حط الكاميرا التلفزيونيه فوالا هذاك الباب يجيبوا منه للخدامه فهمت يعني غادي للدار كيف ما نقولوا كيف كيف يا صحيبي حتى غادي في الوسط ركح بالي ركح يعني حتى في الوسط مسكرينها من فوق دي كل شيء مسكر كل شيء مسكر من فوق من اللوطة وريت ريتنا احنا مسكرين علينا تشوفها كيف قفص وزيد داير بينا وزيد داير بينا صور طويل فهمت بك الاسلاك ولا شو اسمه سي 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 شفتوا هذاك اللي من برا والصور جا صور 10 متر انا قبيله شويه تعديت من قدامكم راهو على فكره صور 10 متر وفوق داير ذاك هو اللي داير بينا ونحن في قفص باهي انت تو راك تحكي هكاي انا تو بعد كي باش نهبط الفيديو هذه باش نصورها باش نصوركم من برا ايه تصور كما تحب يا ودي يعني شفت اللي قاعد تحكي فيه انت تو نصور وانا تو نصورها من برا تحب نوريك تحب نوريك حتى الصور من ديالك كيف عاملينه بك الوحدين تاع الضوء ايش يمشي 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 برا برا ادخل اها واو من البيت هاونا من لا لا بس عيب طرب تضيع يوم ما عندكمش ريزو بالقدا لداخل يسري لداخل الريزو تعب شوي فرش عم تفرش عم عملت لهم شهور شوف تعب ريتها حفره كامله نقبتوا الحيط يعني كامله شهر كامل نكسروا فيها فهمت في الاخر نلقوا في الاخر صايه زي ما نخرجوا نلقوا مغلفه بالحديد بالحديد في بني بها والله في بني بها ريت هاك الصوره ذيك هو اللي داير بينا واخزر الشباك انت حاط الشباك ما يتحلش بكله عرفت فيه كلع فاس هذاك سي 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 بلوكينو يعني سي حتى تخرج الجراح كل وحديد حتى تخرج من الشباك قفص يا حتى تفتح ترى خرج يدك البر فولا خرج يدك البر دورها هكا دورها من يسري يعني حتى تخرج من الشباك الكل حديد الكل حديد ما وجينا نحن ولقينا نحن فما كالفله فهمت ما فيهاش كالحديد حفرنا فهمت نلقوا الحديد مركب في وسط الحيط في وسط الحيط وسط الحيط
يعني تكونفيرمي لي انت 1000%. ولما نخمو بشنورك من فوق عرفت من لمبوه تور كسر ليها هاي ما فهم شيء، ما عندك حتى حل يا ودي، ما عندك حتى حل. قال لا رب لهنيه ارجع لبرا، ارجع لبرا يوسف لي خاطر يزوتي عب شوي الداخل، ارجع لبرا للار يا هاي. يعني يسري انت تكونفيرمي لي حاجه، يعني الهربه من تشينترو ولات حاجه مستحيله؟ اه سبب الهروب، يعني الهربه ولات حاجه مستحيله؟ الهربه حاجه مستحيله الا من السبيطار، وزيد في السبيطار طول وهزوك عرفت بالمينوت. ممنوع عليه يحط لك مينوت، مكش 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 مسجون انت، ممنوع عليه يحط لك المينوت. ولا بالمينوت تقسم بالله يهزك السبيطار. لا لا كي يجي يحط لك المينوت قول له ممنوع، قول له قول له القانون راه ممنوع عليك تحط لي مينوت قانونيا. باش تحجم عرفتها، باش تحجم ولا تعمل حاجه الا ما تحرق باش يجوك يسمعوك، خاطر بعاد علينا فهمت. يطيشوك لهنا بال 24 ساعه، يجوك وقت الصباح والفطور وفي القيله وفي الليل هاو ثلاث مرات يجوك ويحطوا الفطور ويهربوا، ما عادش يجوا جنب سنترو دائما يهرب منه حد. كان من السبيطار سنتروات الاخرى تنجم سنتروات الاخرى تفركهم على العبيد تهرب، معناتها عرفت تهرب لهنيا يا ودي. ليه ما فهمتش الجملة هروب من التشينترو هذا بيدو يوسف اللي شفته، التشينترو هذا كانت عبيد التشينترو هذا بيدو كانت العبيد قبل تهرب منه، خاطر ما كانش الحديد هذاك الكل انا شفتهم بعيني يعني 2000 نحكي لك اكثر من 15 سنة تالي يظهر لي. تفرج انت اخذ الكوبا قد سنين حديد حديد هذه سي حتى الكوبا يسري الكوبا ذيك حتى تحلوها باش تلقى حديد وتلقى كوبا اخرى كوبا اخرى كوبا اخرى يعني يعطيك الساحه كيك ديما فما حديد ديما قدام والله يا حي يحكوا لك الولاد قالوا لك بالله يوصل لنا صوتنا شوف رجال كبار والله بالله يا جا عم بشير اللي يحب يتكلم اللي يحب يقول يحب يوصل كلمته يحب يحب يوصل لك صوته يبدي يوصل لا من كلنا لعنيك بالعروس. السلام عليكم صاحبي. سلام سلام خويا السلام عليكم. على الرئيس نتاعنا نقول له شو ولادك كيف تسوفري. لا لا صاحبي. فهمت طريقة ولا ما فهمتش؟ اي خويا عندك حاجة تقول حاجة قولها قولها. واصل قول له شوف شوف العيشة نتاع ولادك، تحب ولادك يروحوا لك. ويخلوك لهنا لا تعرف على روحك حتى شيء يا ولدي جملة والله جملة. فيندي كوادرو فيندي كوادرو مسكنين عليك. لا لا ياك تشوف الساعه ما نزال سحبنا الوري وين نقول من كلها يا ودي كلها ده سحبنا من بعيد علينا. انت تو بالله يسر عاود ارجع لي منين يدخلوا لكم في الماكله، حط الكاميرا التلانيه حط الكاميرا التلانيه وخرج يدك لبرا هكا، خرج يدك لبرا فوالا ركح غادي شوي يعني هذاك وين معناتها حديد حديد ترى طلع طلع يدك الفوق نشوف الحديد الفوقاني يعني كلها حديد كلها حديد. دور السنه الاخرى غادي من الدار. نو 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 ديما ديما التليفون حطوه هوريزونتال. نو نو التليفون رقدوا هيك فوالا دور ارجع عاود ارجع عاود ارجع غادي من الباب للدار هذاك وين الباب للدار نورمالمون وين يجيو الخدامه وين يدخلوا هذاك الباب تاع الدار يجوا منه الخدامه واللي مقابلينك شنو اللي مقابلينك هذاكم بيوت كيفنا لهنا ما مسكرين زاد عليهم ما يخرجوش في الناري عرفت كي العادة كل عادة هذاكم زون روسة ما غادي نو نو لا بعد يدك من قدام الميكرو يسري فهمتني غادي لا يعطوهم تليفونيات لا يعطوهم حد شيء في الزون روسة يقولهم حد شيء باش ما يصوروش باش ما يعملوا شيء باهي يسري انت ما نعرفش كان انت تحب توصل كلمة ولا لولاد اصحابك ولا اي واحد يحب يوصل لاي واحد تحب مثلا جماعة بادوفا قبل نوصل لهم في بادوفا الهروب من بادوفا خاطر العباد الكل يجيبوا فيها من بادوفا تو وفي بادوفا بالله يسرى في بادوفا في بادوفا مازال الاصلع والعصابه وبوشيبه وجماعه مازالوا مازالت هذاكم هما اللي يجيبوا في العباد يوقفك تو في بادوفا اقسموا بالله عباد مساكن اسمع وقت تعرفك الحرقه اللي قعدوا ثلاث ايام في الماء سيه مروحين مروحين بها هذيك من ثلاثة عبيد طبعا ما يحسش مثلا ذا اللي مصحح ثلاثة أيام في المية في الأخر يروحوا بيه مسكين ما عداش حتى شهريا يجي لهنا قعد ثمانية أيام وروحوا بيه الأخر كيف كيف
بون على الاقل انتم غادي تو في التشنتر لازم تكلموا دياركم تحكيوا معاهم هكا بالفيسبوك. اي فما فدي تطور عندي سنه ثلاث شهور من اللي كلمتهم الدار في الزونه الاخرى فما تقعد شهر تليفون ليه ما تسمع لروحك حتى شيء. اه يعني ما سمعت روحك. يعني من الاول كي يجيبوكم اقل حاجه لازمك شهرك باش تكلم داركم يعني. ها؟ يعني كي يجيبوكم من الاول تقعد برشا باش لازم تكلم داركم. هذه يهزوك عرفت بعد كي تخرج للبيوت زي البيوت الاخرى يعطوك الفير. انت شكون يعيط لك كباريه؟ عبد الله غايب هكاك. هذه كلها نطلبوا حاجه بركه من الدوله ما سمح الاتفاقيه وذاك هو. ترى عدي هولي اللي بجنبك عدي هولي. ايه سامي من 10 اكتوبر نهني من 10 اكتوبر ومنين خويا انت من تونس منين سمك ربي ساعه سمك ربي ايش اسمك خويا الغالي؟ اسمي نادر. نادر منين من تونس؟ صفاقس. من صفاقس. قديش عندك تو غادي في التشنترو شادينك في التشنترو؟ من البطو قعدت من 10 اكتوبر دخلت لهنا فما لايطاليا من البطو جابوني للتشنترو دو. اه يعني جيت حارق ديريكت ست شهور كل في الكل في تشنترو يعني من اللي جيت وانت في تشنترو ما شفتش البرة جملة. وصلوا عرفت وصلوا بالبطو وقعدوا في لامبادوزا شهر من لامبادوزا قعدوا وصلوا بالبطو وصلوا بسقف يعني جا حارق يعني وصل بسقف يقولوا نحن بالقطعة شهور ما راه شاي ست شهور في تشنترو يعني من اللي جاي شدوه في تشنترو ومازال في تشنترو قاك قعدت في تشنترو ست شهور وكلها فما واحد في البيت هذايا مسكين عنده تسعة شهور كيف كيف ملي يوصل عرفت الرمل جابوه لهنيا يا ربطية صحيبي هذيا يا ربطية يا ودي ربطية واحد والله بيقول له ربطية زدت حابس خير اقسم بالله حابس خير حابس فما تلف تحكي عرفت تقعد في تتكلم بصراحة نقولها لك انا الحابس خير والله الحابس خير انت تعرف على روحك كل شيء عرفت لهنيا ما تعرفش على روحك حتى شيء لا هنا لا تعرف لان يجوك نهار اثنين نهار خميس يلعبوا لك ما تعرف على روحك حتى شيء بالحبس هاكا يا خويا تعرف كل شيء قد ايه حكمك تحكي تلعب مع بيض وتلبس واحد لهنا فمش اي بون انت يوسف تو ما نعرفش في الاخر بكل ميساج خويا كي كلمه على الطاير كي على الغربه والتشنترو وعلى الطاير اقسم بالله يا خويا ان شاء الله ربي معاهم اللي البر وبادو فان شاء الله ديما تقول له هروب من البادو فبعدوا عليها راهي بلاصه السيد حرقت وبالله يا يسر بالله باش يقول لك حاجه يا ربي تو اصحابك ولا اللي تعرفهم ولا عامليش معك الباهي اه عاملوش معك الباهي اصحابك في بادو وانت طايح يا هذا عاملين معي الباهي الحمد لله ربي عندي خويا انا عنده 12 سنه غادي فهمت اه يا باهي باهي خويا عاد المغرب هذاك عليه ما يروحوش بيه فهمت 12 سنه عنده ان شاء الله ربي معاه فهمت مش عاملين معي الباهي والحمد لله يا ربي محبوب الحمد لله يا رب اما يعني تزيد تاكد لي 1000% انه الهربه من تشنترو ولات حاجه مستحيله ادريت الهربه من تشنترو هذايا اقسم بالله قلت لك حمامه نخرج فيها انا خرجت انا حمامه من الباب مسكينه والله ربي قلت لك عصفور لا يخرج منه من لا بس هيك اقعد من فوق قفصك تشوف دي بتاع قروده والله بتاع قروده اخس يا دي تقول له عرفته في كارو مسكر عليه بكل وحديد كارو كل وحديد ها وفو ما لو ما لحديش كيما قلت لك يدخلونا البيت يسكر عليه ويطفوا الضوء والمشكله باش تو انتم يسري بنتي ما تعرفش من برا انا نعرفك كيفاش من برا انتم في بلاصه حتى ما حداكم ما فما حتى شيء خلي مخلي وكم يا ودي جبوليات من في بالي في بالي يا ودي جيك بالكهرباء دي قلت وراكم بروبر وراكم موسيسي وراكم مواد ومن سيده من هنا كلها وانا جيت وانا شديت فيه مرتين انا تشنترو هذايا فهمت المره الاولى روحوا بيا منه قعدت 14 يوم وروحوا بيا المره الثانيه هذايا يعني لهنا عندي تو يمكن في 3 شهور ولا قد ايه وما تعرف تضحك حتى شيء ما فهمت شيء يا ودي وكاو ذيك هاي وان شاء الله نقول لهم من حال اتفاقيه وبرقص ميمتك انت بطل لنا صوتك تشوف الحاله نقول لهم انا اخوي اللي عنده كلمه باش يقولها يقول انا كلمتكم توصل وحاجه اخرى بالله يسري تو اللي يحبوا يحرقوا من تونس انت شنو ميساجك ليهم؟ شنو قلت لي؟ اللي يحبوا يحرقوا من تونس اللي قاعدين يحرقوا قاعدين يجيو شنو تقول لهم؟ نبدي نقول لهم ها هو راكم تشوفوا الوضع ها هو الوضع في بالهم هما العباد فلوس مطيش عرفت اللوطه يجي طول يهز في الفلوس راك تتعب وراك فما برشا حاجات
يعني مش ما يسمعوش عليهم حد شايف البلاد، يعني متعب انت متعب اللي بيزورك. حتى انا راني حتى انا ما نكذبش، اول ما جيت في بالي كيك عرف، في بالي فلوس وواحد، اول ما جيت خرب واحد وحاجات اخرى ما تسمعش بها في البلاد، وعصابه وزرق وما تعرف شيء والكحول وشيبه في البلاد. لعبت في بالهم كيك هاكا وصل في الاوروبا هاكا جو باهي ويعيش وفلوس ويبعث وكذا وكذا، وهي ما فهم شيء، عرفت يهبط لك تصويره في بلاصه فهمت، ويلبس لك لبسه باهيه يقولوا ذا يا وصايا يعيش وجو باهي، وهو ما فهم شيء راه كله كذب ورسميت لعبت الكل بيت مشغشبه ولعبت الكل ربي يعلم بها والله. يعني حاجه من الحاجات نتاع الغربه اللي هي تشندرو، خاطر تشندرو اللي من غير ورقه كل مهدين بالتشندرو. هذه حاجه من الستاجيات نتاع الغربه، تشندرو ستاجيات. تشندرو يعني في اي لحظه لازم يوقفك الحاكم يزق للتشندرو في اي لحظه. لا تفتحها، ما تعرش على روحك، ما تعرش على روحك في اي لحظه يجيبك للتشندرو. ومن بعد ما تعرش على روحك يسيبوك ولا يروحوا بيك. عبيد جايبين عندها اولادها ورجال كبار و ولو تقسم بالله قلت لك هذا عباد واحد مش يقدم في الوراق مسكين في الكسطوره باش ياخذ البرميس نتاعو وجابوه من الكسطوره لهنا. اسمع شوف بارش حكايات، شوف بارش بوراقه فهمت، قالوا له هز البرميس يا دي فما شكون جابوه بوراقه مش الكسطوره فما شكون جابوه بوراقه، والله شفت بوراقه جابوا له تشندرو في بير يا اخي. هاي عبيد معنا بوراقه وعنده بنات اللي قلقهم اللي قلقهم يحبوا يلعبوا له يعني بلغه وضعب اي طريقه يعطيك الصح، يحبوا طاو ينظفوا وزيد استغلوا الفرصه نتاع تصحيح الصحاحه هذيك نتاع قايس سعيد ولا شكون، استغلوا الاتفاقيه يعني. ولو يحبوا ينظفوا البلدان الكل، ولو طاو من البلايص الكل يجيبوا هذه من البلايص الكل، ريميني بادوفا بولونيا هذه الايطالي الكل ولو يجيبوا منها، عباد جايبينها من لامبادوزا حتى لهنا بالطيار هذا تشانترو، حتى كان لهنا تقعد لهنا باش يجيك راه مش عامل برا، وكان عندك ديفينيتيف يخلوك لهنا عرفت، يرقدوك اربع شهور خمس شهور وبعد يسوق يقول لك راه عندك ديفينيتيف. عندك ديفينيتيف يعني عندك حكم مع النفاذ العاجل فوالا. يعطيك الصحة هذاك هو برسمين توصل لهم اللي في تونس هكا تشوفوا في الحالة، قول لهم واللي برا ان شاء الله ربي يستركم، نقول لهم وهذيك هاي صلى ربي معاكم وكاو. وانت يا يسري بلين بعد اللي شفته هذايا الكل مع الحرقه ولا كونتر الحرقه؟ هذه انا كونتر ومعاه، خاطر فما عباد زويه ولا ما تنجمش تجيب ما تنجمش تعيش يا خويا، اللي عنده خدمه واللي يخدم وجاو بها يقعد بحذا ميمته بحذا الدارم، واللي ما عندوش زاد يجي لهنا يمشي يخدم بالحليل زاد مش بالحرام. والجماعه اللي يقول لك يا خويا انا نحب نجي ونورمال تشيمترو ولا حبس ولا تسوفراج نورمال يقول لك. يا ذاك يقول نورمال، من بعد كيجي ويتحط ولا يبكي مش نورمال تولي عند عبيد لهنا، عبيد لهنا ابن نتاعو معايا علينا بذكر الاسيامي، عبيد تشوفها في تونس في البلاد كيفاش وواع واع واحد تجي للتشانترو يولي يطلب المرويح ما ينجمش يقعد. نو انا ما شفتش شكون يبكي بالدموع، شفتهم بعيني. ايه يطلبوا في المرويح لعبيه دم برجولية صاحبي مروح بمروحين باي المره الاولى عاود رجعت اخوي ما عادش يحب نروح لها تونس هذيك مشي بلاد جمله. يعني ماشي بلاد في الحاله هكا تشوف في الحاله. قديش عمرك بلي انت يوسف قديش عمرك؟ ها؟ قديش عمرك انت؟ عمري 19 انا تو 19 اقسم بالله 19. 19 سنة؟ والله 19 سنة ورسمي. يعني 19 سنة وحرقت مرتين وتشنتر وبحر وحبس وتسوى هذا من عمري 17 وانا عادي في الحبس. يعني يعني هذه الكل وانت تجاع اصلا حتى ال 20 ما وصلتليش. ما هي يعطيك الصح، يعني عندك الحق بصراحه تقول هذيك ماهيش بلاد، عندك الحق. انا واحد من الناس كيف بلاد جمله يا اخي، واحد عمره من 17 لهنا يتمرمد وفي خرب وسامحني بالله يسري سامحني، واللي يقول العيب منك انت يقول لك انا هما كيف يحبوا الاجرام ويحبوا الفساد ويحبوا الهمله اي ما نحبوا الهجره، خاطر البلاد ايش فيها، البلاد ما فيها حد شيء، تخدم النهار ب 5000 تمشي تاخذ باكو دخانك هاو ولا 10000 لهنا يا خويا، حتى ما تقدمش تلقى باش تاكل هذه بلاد الزوالي ايطاليا ب 5 يورو تمشي تتعشى وتفطر وتعملهم الكل، في تونس ب 5000 شنو تعمل لك، ماك تاخذ باكو دخان، وحتى باكو دخان ظهر لي ولا ب 10000 ما ادريش كيفاش. يعني بلغه واضح يسري انت تقول لي العيشه في ايطاليا وتشنتر وحبس وتفراج وواحد خير من الخير من العيشه بالبلاد. الخير من عيشه البلاد انا برجو لو لو لحظه برك وطلع ليش نحن كاسر فينا تشنترويت وخرب واحد ماك تعرف الحاجات هذيك، خاطر تبعنا طريق اخر راه خاطر تبعنا طريق اخر، ما تمشي مستوي راك تلقى روحك راه، هذيك علاش نقول لك
يعني يسري ما نحكيوش بلا الغاز، ما نحكيوش بلا الغاز، يعني عندي طبعات ريق الحام وواحد طبع الريق هذاك راك تعيش كيما هناك، اما كي طبع ريق حلال ومستوي ما فماش مشاكل. ربي يسهل لك، ربي يسهل لك وتقعد تجاوب به. وموجود توا الحلال يسري، موجود الحلال، فما شكون يخدم بالحلال وامور واضحه. حسب ماريت انا في بادو عندنا كان حانوت برك يخدم بالحلال هذاك اللي في العياري ظهر لي ذاك، هو كان ذاك التونسي الرافيل كل اللي يجي البادو فيولي يلحم. فما برشا يخدم بالحلال وما يبانوش، يعني شويه برك يعني في وسط الخطر الاكثريه كلها تلعب كما نقولوا نحن، اما الاكثريه تلحم اللي يخدموا في الحلال ما يبانوش قدام هذوك. تشوف في الكتاب يلا فهم شاي خويا. وعليكم ربي يعينك. اوكي عايش عايش يوسف، عايش خويا عايش. راك شفت يا خويا الدمار، راك شفت 19 سنه مسكين، راك شفت عمره 19 سنه. والله شيء بكي، والله العظيم شيء بكي، والله شيء بكي قسما بالله. 19 سنه هاكي يحكي لك ملي عمره 17 سنه وهو مرمد، ايش عمره مسكين؟ يزيد يتمرمد، اخزر مسكين اخزر، كما جاش عند اخوه يعاون فيه مسكين، راهو صار فيه المسخ. كي قرتي معناها عباد اخرى ما عندهاش حتى كم باش يقول فمي حتى قلصون باش تلبسوا، ما عندهاش مسكين. يا خويا الله يلطف بينا وكهو، كما قال لك يا خويا انت يرحم والديك ووصل لنا صوتنا. انا واحد من الناس ما نكذبش عليك، هاك تشوف كبرت ويزي رجوع لربي، واحد يكرم لحد وبيده ويجيبها للبلاد، والسلام عليكم. بالله من